أغنية يا مسافر وحدك للموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية من مقام نهاوند الدو، وطبعا فيها بيات الصول منشوفه بوقته. نهاوند الدو عنا دو طبيعي، ري طبيعي، مي بيمول، فا طبيعي، صول طبيعي، لا بيمول، سي طبيعي، دو، وأحيانا بتكون السي بيمول. نبدأ بمقدمة الأغنية بتقول: نرجع نعيدها بالإعادة في تغيير بالنهاية. نشرحها جزء جزء. لاحظنا انه فيها فرداش كتير. نبدأ من الجواب، ناخذ معه الدو قرار، طبعا دو ري مي ري دو، بس فرداش. بعدين صول لا سي بيمول لا صول، ونرجع منعيده. بعدين دو ري مي فا مي، بعدين لا دو صول، بعدين مي فا صول فا مي صول ري، بعدين نرجع من عيدة كاملة، بيكون الاختلاف بالجملة الأخيرة. هون الاختلاف بيكون ري مي فا مي ري دو، بعدين أربع مرات، وهيك بتكون انتهت المقدمة. نبدأ بالغناء يا مسافر وحدك. نشرحها يا مسافر وحدك: دو مي ري دو سي لا صول والسي بيمول. إن دو مي ري دو سي لا صول، ناخذ فصول أو ممكن أربيج. هون في عنا أربيج، ناخذ الصول مع السي الطبيعي ونوصل للصول بهالشكل. صول، بعدين
لا لا دو سي لا صول فا مي فا وفايتني ليه تبعد عني مي فا صول فا صول ليه تبعد عني تشغلني مي صول فا مي وعنا لازم بتقول سافر وحدك مرة تاني نعيدها يعني وبعدين ودعني الصول صول سيلة لا صول بهالشكل من غير ما يسلم صول مي طبعا مي بيمول صول مي ري سي صول ري دو نوقف على الصول وكفاية قلبي أنا مسلم ونرجع من عيد ودعني بالإعادة ما من عيد اللازمي ما من عيدها نوقف الصول دعني دموعها صول دو سي سي لا لا صول سي لا لا فا صول لا لا سي لا لا صول صول فا لا صول صول مي فا صول ومن عيدها الصول حتى نقول يا مسافر وحدك دو ري مي فا مي وفايتني فا لا دو صول مي ليه تبعد عني مي فا صول فا مي ليه تبعد عني ري مي فا مي ري مي فا صول صول وتشغلني مي صول فا مي ري وبعدين نبدأ بمقدمة الكوبلي وهون بتحول عنا المقام لبياتي
على درجة الصول. طبعا بيات الصول عندنا صول لا نص بيمول سي بيمول دو ري مي بيمول فا صول. المقدمة بتقول نشرحها جزء جزء. ونرجع من عيدها مرة ثانية. على نار شو أنا هستنى صول صول دو سي دو 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 ري دو سي لا سي دو سي لا صول فا صول. وهصبر قلبي واتمنى نفس الجملة. وبالإعادة لما بنقول واتهنى بنقول صول لا سي دو ري حتى نقول على بال ما تجيني ري 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 دو سي 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 كمان على بال ما تجيني كمان مرة تانية على نار الشوق أنا هستنى
نسمعها. بتمنى يكون الفيديو مفيد والشرح واضح. طبعا أثناء العزف عم نحط شوية حليات حتى تحاولوا تلقطوها، تحاولوا بعد ما تتمكنوا من نوتة الأغنية يعني تجملوها بشوية زخارف وحليات. حاولوا تراجعوا الفيديوهات السابقة. بشوفكم بفيديوهات تاني. ما تنسوا الاشتراك، ما تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله.